نعطيها شجرة، نعطيها شجرة. كاين بروبليم. وين؟ بونسوار. سلام. الو. الو. ها يما وانا كنت عندك شي حالي من حالي ستيلو يا دين ربي. وي يا خويا دوك السلام نحكي لك، عليكم. نزيد نحكي لكم على شي حوايج دار فيا اليوم. وي خبطني بكف شي حالي. فازي يا حبيبي. صافا خويا غاي؟ اني غاي يا خويا. لاباس؟ تري تري بيان. ايه نقول لك بوكو في الصاله، علاش كدير فيها صوالح؟ واش ندير في صوالح؟ راني نمد في مصاصيتي. ما طيحش الهضرة، مش طيح لك في الهضرة صاحبي، ما غاش ايوا واش راني ندير؟ شوف يا راني نمد في مصاصيتي في اللايف. واش راني ندير؟ راك تهضر على الله، راك تهضر على الرسول، راك تهضر على صوالح بزاف. باهي نقول لك حاجة واحدة. قول لي. قبلك قبلنا حنايا وقبلك انت وقبله كانوا كاينين الناس اشد كفرا منك. ايوا اعطيني مثال، اعطيني مثال، اعطيني مثال. كان كاين فرعون، كان كاين بزاف صوالح، كان كاين بزاف ناس. كان كافر بالمحمد. كانوا كافرين بربي، وكانوا كافرين بكلش، ما ضروش ربي. وانت كي غادي تموت وانا كي غادي نموت موراك غادي يجوا واحد اخرين اشد كفر من هذا اللي تهضر فيه. وانا اشد كفر، انا اشد وما كفر غاديش يضروا ربي وما غاديش يضروا الاسلام. امين. انا اشد كفر ولا فرعون اشد كفر؟ لا انت ما تبانش مع فرعون كيفاش كان يكفر، وما غاديش تبان مع واحد اخرين غادي يجوك غادي يجي كفروا، بس ما غادي يضروا والو. فهمتني؟ هذه حاجه الاولى. معليش نكمل الجمله تاعي كيما انت كملت الجمله تاعك. ما خليتنيش نكمل. معليش باسكو درت ادعاء على فرنسا، غادي نفهمك. فرنسا التي جامي انتريسي باش تنحي هذا الدين، ولازم لها ناس كيما انت ما يخموش عقلهم مغيب. لا ميم شوز كيما عمي تبو اليوم، ناس كيما نتايا وكيما قشيحه وكيما كاع هاد الجماعه، وهذولا ما يطلعوا يسبوا، هذولا ما يطلعوا يدافعوا عن الدين. معليش لهم طالعين، معليش لهم طالعين يدافعوا على الجهل تاع القرن السابع. واحد يعني جاهل في القرن السابع كان يمسح مصاصيته بتل الحجرات، كان فيها القمل، ركب فوق طفله صغيره هو 54 عام، كان عنده 11 زوجه، كان عنده ربعه تاع الملكه يعني تاع العبدات تاع الجنس، يمارس معاهم غير الجنس. كان عنده امراه مؤمنه ان وهبت نفسها، قتل الدراري، اغتصب سبايا اوطاس، جاب ايه باش ينقذهم. يعني انت في شمال افريقيا تعبد هذا الشخص هذا؟ هاد الناس هادو كيما عمي تبون وكيفو، مادا بهم ناس كيما انت كيما هكا؟ ما خصهمش ناس كيما انا اللي يكون انسان اللي كريتيكي، اللي يطرح اسئله، اللي راه حاب الجزائر تكون كاع للجزائريين على اساس المواطنه واش تنتج، ماشي واش تنتج. واحد كان يمسح مصاصيته بدل الحجرات. معليش لهذا احسن خلق، وهذا الاخرى هو 54 سنه ركب فوق طفله صغيره. معليش نتايا تي النوم اللي كريتيكي ويحوس على يحوس على لا فيغيتي ويحوس على الصح. نيشان كيما هاك هاك تحوس وتريكريكيتي، واليوم في الجيري مونش باغينك. انا لو ميساج تاعي لك، حنا اوني بيان نامنوا في الصوالح، خلينا نامنوا في الصوالح. حنا ما جيناش عندك تقول الجيري بيان. ها تقول الجيري بيان؟ وي الجيري بيان خويا. انت وراك ساكنه، وراك ساكنك في الجيري؟ لا مش ساكن في الجيري، ساكن برا، ساكن بارتو، ساكن في 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 دبي، ساكن في في الروس. تدخل عندي تشوف كاع لي فيديو تاعي، انا ماشي فو بروفيل، انا نهضر معاك غير غيره. راك تهضر واحد السؤال على البروفيل. مش فاهمني كيفاش الجيري بيان والشباب نتاعنا كيشاهدوا لهم في وذن يهضروا منا من الوذن الاخرى ويقولوا انا راني حاب كي نكبر نروح نعيش في كندا ولا امريكا ولا فرنسا. فهمتش؟ باسكو سي دي بروبليم تاع دي بول، سي دي بروبليم، سي ان بروبليم بوليتيك. ماشي نهضروا على اسكو عندنا الجيري عندها دي بروبليم ايكونوميك؟ وعدنا. اسكو عندنا بروبليم بوليتيك؟ وعدنا. اسكو عندنا بروبليم سوسيال؟ وعدنا. اسكو عندنا مشكل في المدرسه؟ ما عندناش وحده جامعه تاعنا من 5000 الاولى. وا كاينه منها. اسكو ما عندناش صحه؟ يعني الناس تاعنا كي يمرضوا الوزاره ولا كنت تحمل لازم يروحوا يدووا في الخارج. هاد السؤال هكذا فيهم صح. وهذه كيفاش الجزائر انا بخير علينا؟ كيفاش هاد الدوله اللي كيما هكا كي نقول انا بايزم النرويج اللي عايش فيها خير منا؟ كي نروح نشوف الانداكس، نشوف الارقام، نشوف بلي النرويجي ها شحال يدخل المويان تاع الدخل تاعو 6000 كما يقولوا دولار ولا 6000 يورو في الشهر على الاقل الدخل نتاعو. نشوف بلي يسافر مرتين في العام،
نشوف لي الباسبور تاعو تقريبا كاع دول العالم ما يحتاج لا فيزا لا والو، نشوف بلي الصحه نتاعو هي الاحسن في العالم، المدرسه نتاعو هي احسن في العالم، الاقتصاد تاعو هو احسن في العالم، نشوف بلي عنده كرامه، المشاركه السياسيه والتداول على السلطه، شكفه للتداول على السلطه حقيقيه، نشوف كلش هذه. هذه نقدر نقول وي راهم لاباس عليهم. صح ما كاينش الجزائر كيفاش في الدوله في الخرا صح الشعب تاعها في الخرا وانت تقول لي راهم بيان. صح ما لا حنا نهضروا كيسيون ريليجيون، كنت نهضر معاك كيسيون ريليجيون كي قلت لك انا وي لاباس لا ريليجيون، اذكر لا ريليجيون اللي معليش اذكر الله اللي يبيح انه واحده 6 سنين تقدر تتزوج مع واحد 50 سنه ويدخل عليها كي تكون عندها 9 سنين هو 54 سنه، اذكر هذه لا ريليجيون مليحه. اسكو كيما نامنوش في هذه لا ريليجيون نولي كوم النرويج؟ معليش وي بيان سور كنا نأمنوا شكون نخرجوا 50% من هاد الناس هادو وما يولوش عندهم عقول تاع زاوش. نعم يولوا كيما النرويج. الور غادي نقول لك اسكو لا ريليجيون اللي تحل واحد 50 سنه يركب فوق واحده 9 سنين باسم الزواج فقط لانه كتب عليها ودار لها الخطا تاعو، اسكو هذه ريليجيون مليحه؟ وي هذه لا ريليجيون، وي هذه لا ريليجيون تاعنا ومليحه ونأمنوا فيها. وانا تقدر تحل الكاميرا تاعك وتقول لي هذا الكلام، باسكو هذا الكلام في الجزائر في لا روسي في دبي في الاخرين قاعد تدخل عليهم الحبس، تقدر تحل لي الكاميرا وتقول لي ما عندكش مشكل واحد في المالديف يتزوج واحد 6 سنين يدخل عليها 9 سنين. بصح انت راك تسقسي فيها راه نحل لا كاميرا تاعي انا. انا حاب انا حاب معليش انا حاب نشوف الا انت راجل ولا زوج يهضر معايا، باسكو هذه الجمله هذه في كما قلت في دبي ولا في لا روسي ولا في الجزائر ولا تدخل عليها الحبس، وانت الدين تاعك مليح وراك تدافع عليه وتخاف غير ربي، تقدر تحل الكاميرا تاعك وتعاود هالجمله سيلتو بلي؟ مادام كلام الله صالح لكل مكان وزمان والله يقول شيء كن فيكون، انت تخاف غير ربي، ما تخاف لا روسيا لا دبي لا الجزائر لا ولاد معاهم البشر، حل الكاميرا تاعك سيلتو بلي. ولا انت زاوج غريان صغير ما تقدرش تحل الكاميرا وتعاود هالكلمه. وي سي سا كي جي بونسي بيان سور، انت فرشه على بالي بلي راك تقول هذا الكلام باسكو تي اوبليجي باش تدافع على ربك، على بالك بلي ما في قلبك انا نقولها لك باسكو راك تبان بلي على بالك انت بلي هذا الكلام لك تقول فيه ما تقبلوش، ما تقبلوش على بنتك ما تقبلوش على اختك ما تقبلوش على بنت خوك على بنت اختك ما تقبلوش. سوي سيو انسى. وي السلام عليكم مكس. السلام عليكم. السلام عليكم استاذ رامي سمو. وي واش راك خويا مهبرك مليح؟ الحمد لله. والله غير جيست حبيت نطلع باش نشكرك فقط على لي زيفور اللي تبدل فيهم باش تحرر هذا الشعب المسكين نقدر نقولوا من هذو الخرافات اللي راهم مغرقينهم من ساسهم من راسهم، يعني يرجعوا الواحد يخمم غير بال حاشاك غير بالمؤخرة نتاعو. انت طلعت معايا ولا سي لا بريمير فوا تطلع معايا؟ نو نو سي لا بروميير فوا. عندك بزاف تعرفني تبع فين؟ وي بيان سور عندي واحد العام هكذا كله. وعندك بزاف ملي تركت الاسلام؟ عندي واحد 5 ans هكذاك. وكيفاش بدات؟ مي نتبعك انا من قبل نتعرف عرفت عليك ومي ما كنتش تبعك بزاف، مي ديرنييرمون بديت نتبع في التيك توك وكامل اللي نشوف لي لايك تاعك وبارك الله فيك على لي زيفور اللي تبدل فيهم. ميرسي خويا ونرفعك القبعة. وشنو هي الحاجة اللي بوساتك الخطرة الأولى تروح تبحثك عقل عليها؟ والله أنا من الصغر كان عندي واحد الأسئلة ما قدرتش نجاوب عليهم ملي كنت في عمري يعني ملي كان في عمري 10 12 هكذاك، كانوا يجيني واحد الأسئلة كيما الله مين جا محمد على الزوج من واحد صغير عليه باغ اكزومبل، محمد على حلل صوالح الرحومة وما غير ما حللهمش الواحد الناس الآخرين كيما يتزوج ب 11، على ما حللش الواحد الآخرين يتزوجوا ب 11 باغ اكزومبل، علاش المرأة تقدر تقدر تزوج روحها لمحمد ما غيره هو، وعلاش زوجات الرسول لازم يزوجوا غير محمد وكيموت ما يزوجش زوج اخر. كاين دي اسئله كيما هكا سورتو ثاني في العبوديه واحد الاسئله كشغل بيزار بزاف، مام كنت صغير وكنت كل كيفاش ربي سبحانه اللي خلقنا اللي كوننا في احسن تكوين يسمح بناس يستعبدوا وناس يعبدوا، وعلاش هادي هذا اله ولا هذا واشنو اكزاكتومون. مي ابخي كي كبرت شويه بديت ندير لا ريشيرش تاعي كامل، لقيت باللي كل دين داخل في دين، كل دين جابد من دين، كل دين مستنبط من دين، عرفت باللي لا سورس ديجا ماهيش صحيحه ومبنيه ديريكت على الاساطير والخرافات.
ولا فامي وهكذا خرجت بشوي بشوية خرجت من الدين. ولا فامي على بالهم ولا كاين اللي على بالهم وي، مي ما باغو ما على بالهمش، ما حبيتش نخبر باسكو مانيش بحب نديرونجي ولا كعرف جاتني صعيبة باسكو لا سوسيتي الجيريان يعني شوية ما على باليش. جاتني صعيبة، جاتني صعيبة شوية الديالك تاعك بليده شلف غليزان ما فهمتش دي مش نو نو انا باسكو شويه جو سوي انونيم خليها كيما راهي خير، ما نقولكش اكزاكتومون منين، مي اني من الغرب. راك من الغرب اي خلاص، لا ما تحتاجش تقول لي بيان سور. نعم راني من اوكي، كي تقول لي من الغرب راني عرفت، كي قلت لي من الغرب راني عرفت، قلت ديمو لي سبيسيال هذه المنطقه، مي خلاص كي قلت من الغرب اخويا انا معليش انا كيطلع عندي واحد من الغرب ويقول هذا الكلام تسخن لي الفرفاره، باسكو عندي واحد الناس هنا تحت معايا وكيف كي يطلع عندي واحد القلب يقدم شهاده تسخن لي فريمون الفرفاره، باسكو نضحك عليهم بزاف، باسكو هما حاسبين روحهم متنورين وحنا يظهر دوله الغرب متنورين اكثر منهم. صح صح سي فري والله سي فري كي منها صح. يا راه كاين ديجا واحد والله غير هذه الشكر ليك خويا ميهوبا، كاين ديجا جوج صحابي والله غير خرجوا من الاسلام بسبتك انتيا. اخويا ميرسي والله صان في بليزير، ناس كيف انتيا وشهادات كيما هادو وصيفري، الوعي راه ينتشر بشكل رهيب يعني في نعم الجزائر، وكما قال الاخ اللي طلع قبيلات ما بقاش تختصر غير على مناطق معينه، هذه الظاهره ما بقاش عند غير المدن الكبرى ولا مناطق معينه، مي دروك انا قلت لك راهم يخلعوني ناس راهم من تمن راست من سوق اهراس الطارف حتى لتلمسان عين تموشنت الولايات الداخليه، ما بقاش غير تختصر على الولايات الكبرى ولا. نقول لك برافو عليكم ويعطيكم الصحه اخويا. يعطيك الصحة خويا وبارك الله فيكم، مادام كاين التكنولوجيا مادام كاين الوسائل الاتصال دوك هذا الانتشار راح يزيد وكامل الناس ان شاء الله يخرجوا من هذه الخرافة ونطوروا شوية نكونوا كما الدول المحترمة كما يقولوا، خصكم خلاص الدين ما خلا ما بقى. يعطيك الصحة ما نكذبش عليك وبارك الله فيك وصحيت وربي يقدرك ان شاء الله. ميرسي اخويا صحيت قوة الا بالله لا حول ولا الكفر باقي ويتمدد، استغفر الله هذا الشيء هذا كيفاش نديرو، لازم عمي تبون ما نكذبش عليكم، لازم عمي تبون يدير حاجه. يا عمي تبون عمي عجبوني هذو اليوم الفيديو دوك نحكي لكم بعدا. وي سلام محمد عليكم. اهلا اهلا اهلا، حبيت نسقسيك امي هوب، انا مسلم سلفي على عقيده السنه والجماعه. ما شاء الله مرحبا بك مرحبا بك. ايه انا كنت نعرفك انا مقبل في كلوب هاوس ادمي هو، ونعرف المستوى تاعك مليح مليح ابني مليح، انا الشبهه اللي تقتدي عليها يا خويا اي واحد يروح يبحث عليها في لاهور بكبسه زر راه يصيبه، من زواج النبي وامراه وهبت نفسها والعبوديه والاخ، جيبوا جديد جيبوا جديد على الالحاد تاعكم، احكوا لنا شويه الالحاد تاعكم، احكوا لنا شويه الالحاد تاعكم. برافو 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 محمد علي يعطيك الصحة شكرا. الشبهة هذه تاع زواج النبي بالصغيرة هذه تقدر تفهمها لهم بلي هذه شبهة، بلي رانا نكذبوا وبلي البخاري يكذب مسلم يكذب الترمذي يكذب النسائي يكذب الإمام أحمد يكذب، وبلي الآية القرآنية سورة الطلاق رقم 4، بلي المذاهب الأربعة، بلي النووي عبد البر ابن حجر بلي كيقول لك اليوم في 2024 واحد 50 سنة عنده الحق يتزوج بواحد سنين تقول عليها 9 سنين، هذا الشيء هذه شبهة وكذبة، تقدر تقول لنا أخويا؟ صح قبل ما نجاوبك قبل ما نجاوبك اعطيني المرجعيه الاخلاقيه تاعك ميهو. معليش نعطيك الشعر نعطيك الشعر نعطيك الشعر الان قل لهم بويسك انت الداعيه قلت بلي هذه شبهه، قل لهم بلي هذه شبهه ميهو راه يكذب. اعطيني المرجعيه الاخلاقيه تاعك. معليش انا قلت لك انا جاوبتك نعطيك الشعر. المرجعيه الاخلاقيه تاعك محمد محمد علي اسمع مليح نعاود لك اخر مره نعطيك الشعر، باسكو انا ما رانيش نحكي المرجعيه، انت طلعت درت ادعاء وحنا أمة الدليل، حنايا في الإسلام أمة الدليل، يعني لما ننطق شيء يعني عبء الدليل علينا وحنا الحجة على من ادعى، أنت قلت هذه شبهة، تقدر تفهمنا هذه الأسماء اللي عطيتها لك يكذبوا ولا عندهم الحق؟ وفهمنا كيفاش الشبهة؟ كيفاش الزواج؟ اسمع لي وأنا تفضل. نجاوبك نجاوبك إيش مشكل؟ ما تدخل لي غير فرفارة برك هذا ما كتخلطي عليه. كان حاجة شو أول حاجة أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج الكبيرة والصغيرة
المطلقة والأرملة. أول حاجة لازم نعرفه منطلق ومن منطلق. في وقت قريش، اسكو ماذا يعني محمد علي، بالنسبة؟ اسكو راني نهضر لك على قريش، راني نهضر لك على، شوف انا قريش جدودنا عندها 70 سنه 80 سنه 90 خليني سنه. نهضر على معليش يا محمد، هذه الجمله همني الجمله ونكمل ونغلي. شوف هادو ما يهمونيش لانه كانوا جاهلين، جدودنا عندهم 70 سنه ما كانش عندهم العلم، المعرفه الموثقه اليوم، دراسات علميه اللي راح نحطها لك اللي موجوده بالالاف، وهو بيطلع معنا الدكتور، دكتور في الازهر وامامته ثاني دكتور طبيب. قول هو لنا اللي انا جاي نهضر على، من انا منطلق، نهضر على اليوم في اللي جايك من 2024 منطلق، اليوم. هذا بون اللي غادي جايك من بون، منطلق. هذا ما يفهمش، بون اتش نغلق المايك. ما يهمنيش واش داروا قريش، واش دار الرسول، واش دار، ما يهمنيش، باسكو هذاك الوقت كانوا جاهلين. نهضر اليوم، اسكو اليوم حلال ان واحد 50 سنه يتزوج بعد 6 سنين تدخل عليها 9 سنين ولا حرام في الاسلام؟ هذا ما كان ما يهمنيش عليك تهضر على خليني قريش. نكمل، يا خليني نكمل يا عمي، خليني نكمل، خليني نهضر. مرحبا، حرية التعبير معكم انتم الملاحدة، معليش مرحبا حرية حرية التعبير. التعبير غادي غادي نميهو بهذا الجهل يفهمك، باسكو سي ان بوليتيسيان في هذه البلاد هذه، باش نفهمك حرية التعبير يا الجاهل. الحرية التعبير ما كانش حرية التعبير هنا، باسكو هنا سي ان اسباس بريفي. حرية التعبير والديمقراطية تطبق في ان اسباس بيبليك، كي تكون في ان اسباس بيبليك، باسكو هذاك فيه انت وانا والدكتور خالد، تما ما يقدرش واحد يقمعك. مي هنا راك في ان اسباس بريفي، راك في دار ميهوب، وميهوب هو اللي يدير القوانين، هو اللي يدير الاخرين. ما كاش حاجه يسموها هذا الشيء، هذا الجهل هذا اللي علموه لكم سي فو. ثانيا يعني اعطيت لك الدرس الان، هدر لي، تقدر تهدر لي على اليوم، ايوه ما بالي تهدرليش محمد علي من فضلك في وجهي، تقدر نهضر تهدر لك، لي. فيه نهضر لك، بس انا عندي منطلق ننطلق منه، انا لدي منطلق انطلق منه. اي تفضل، بسم حاول الله. ارد هيا على قول هذه بسم الشبهه، خليني نحاول ارد على هذه الشبهه. انا اول حاجه، في وقت النبي صلى الله عليه وسلم كان عايش مع الكفار في تلك البيئه هذه، على ما شافوش فعل زواج النبي صلى الله عليه وسلم وام المؤمنين عائشه انه ان هذا الشيء هذا غير اخلاقي، على ما ردوش عليه. وكان قاعدة فقهية تقول في الإسلام لا ضرر ولا ضرار، راسي البقوق تنميهو، تعرف قاعدة فقهية تاع لا ضرر ولا ضرار؟ هذه ما تعرفهاش، ما تعرفهاش. ثاني حاجة، النبي صلى الله عليه وسلم، أم المؤمنين عائشة عاشت بعد فترة النبي صلى الله عليه وسلم 14 سنة. هل في صحيح البخاري قالت بأن زواجها بالنبي صلى الله عليه وسلم هل كان فيه ضرر؟ نتحداك ميهوب، جيب لي حديث واحد يصرح بأن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أنا رأيت في زواجها ضرر. لم ترى ذلك. ثاني حاجة، ما هي نرجع للمنطلق آخر، مرجعية الأخلاق. الأخلاق نحكو على الأخلاق، أنت كملحد غادي لماذا؟ بون غلقت الشرمك تاعك. أني قلت لك مانيش نحكي على الأخلاق. أنت يا شوف، طرح لك سؤال عاودت له 15 مره، ورحت هضرت لي على قريش، والسؤال تاعي ما جاوبنيش عليه. اليوم في 2024 واحد 50 سنه يتزوج بواحد 6 سنين تدخل عليها 9 سنين، هذا حلال ام حرام في الاسلام؟ شو اول حاجه لازم تعرفها باللي ان المراه ما تطاقت على الوطء تتزوج نورمال، وفي حديث النبي صلى الله عليه وسلم كيف تعلم انها بعد تطيق يوم الوطء؟ الاستحباب. كيف تعلم انها ستطيق الوطء؟ كيف تعلم انها ستطيق الوطء؟ هي النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث، كيف تعلم الان انها ستطيق الوطء؟ كيف تعلم انها تطيق الوطء؟ النبي صلى الله عليه وسلم طلب الاستئذان، كيف تعلم انها تطيق الوطء الان؟ الان الميهوب يسالك عن الان، انت الان تقول انها اذا تحملت الوطء، اذا طاقت الوطء تتزوج. يلا أمام الجميع الآن، معنا 1000 شخص، قل للجميع الآن، قل لهؤلاء الألف، كيف ستعلم أن هذه الطفلة أو هذه البنت ستتحمل الوطء، ستطيق الوطء، كيف ستعلم؟ تفضل. إيه صح، حسنا انطلقت من منطلق. شوف اتفضل يا أستاذ محمد، قل للناس كيف ستعلم أن هذه البنت تطيق الوطء. لأن المرأة تبلغ في السن، كيف تعلم أنها ستطيق الوطء؟ اسمع، تعرف حاجة بلي أن كيف المرأة تعلم أنها لا تجيب السؤال بسؤال، فهذا يدل على أنك أحمق. كيف تعلم أن هذه البنت تطيق الوطء؟ كاينة قاعدة تعرفها، قاعدة كيف تعلم أن هذه البنت تطيق الوطء؟ كيف تعلم أن هذه البنت تطيق الوطء؟ قبل الرجل، كيف، أنا لا أسأل عن البلوغ أيها الأحمق، كيف تعلم أن هذه البنت تطيق الوطء؟
عايزني عطيتني سؤال كيف انا تطيق الوضع؟ حتى مشكل. تفضل يا باشا جاوبنا يلا وعرف الناس يلا عشان الناس المسلمين اللي معانا يعرفهم كيف يعلمون ان هذه البنت الصغيرة تطيق الوطء. تفضل. ايه قبل ما نجاوبك على هذه تعرف بلي ان النبي جاوبتك معليش نفهمه دكتور خالد باشرة ولا محمد علي. محمد علي اسمع مليح، الاستاذ الدكتور خالد راه مدار يدرس طلبه في الازهر ويعرفوا هذا الشيء. انت هذا الحديث اللي قلته مصيبه راه يهضر على الزواج، ما راهش يهضر لك على الزواج، رانا نهضروا على القاعده اللي قلت لي انت يا جاهل ما تعرفهاش، وانا عندي على الاقل واحد ال 150 فيديو عليها على اطاق القاعده نتاع لا ضرر ولا ضرار اللي فيها القاعده الفقهيه اطاقه الوطء، ومنها الدكتور خالد استاذ محمد صالح، الناس اللي كانوا من الازهر متخرجين وعلى يديهم طلبه حكاوا على هذا الشيء. الان لما نطبقوا لا ضرر ولا ضرار حديث الرسول صلى الله عليه وسلم، لما نطبقوا هذه القاعده ونطبقوا القاعده الطاقه على الوضع، الان الرسول راه جاب عائشه كيف يعلم انها تطيق الوضع؟ اليوم راهي قدامه وحده، السؤال تاعو واضح. انت تقول البكر وكلش راه يهضر لك على الزواج في هذا الحديث، الان ماشي يهضر لك على الزواج لانه الزواج في الاسلام ما عندوش سن كما يقول ابن بطال ولا ابن منذر ينقل الاجماع، الا ما تعرفش نعطيك الاسماء كلها. الزواج وحده تكون عندها يوم واحد تقدر تزوج في الاسلام. انا نهضر على الدخول اطاقه الوضع. كيف تعلم ان هذه وانا نتحداك تعطينا جواب هذه الشبهه فهمنا كيفاش نعرفوا باللي يطيق الوضع؟ تفضل حبيبي. معلش هكا هضرت انت وهذا خالد، هذا كيف نعرف بان المراه تطيق الوضع؟ أقلع لي الديناصور هذا اللي درته تحت القطة. كيف تعلم أن البنت تطيق الوط؟ أنا راح أجاوبك بغل. اتفضل. والله يا رب العالمين. إيه بالله فمك. شكرا يا دكتور، شكرا يا دكتور مجدولي. تفضل. محمد علي أين ذهبت يا محمد؟ محمد علي كيف ستعلم؟ لا حول ولا قوة، إنا لله وإنا إليه راجعون. فقدت الأمة رجلا من رجالاته. استغفر الله وأتوب إليه. الأخ محمد علي هرب. استغفر الله واتوب اليه. لا دوم عجز. ازيك يا مينا؟ ازيك دكتور خالد؟ ميهوب دير اطاقة الوقت وما تعيط ليش؟ خسارة عليك. دكتور خالد امينة هي الدكتورة في اطاقة الوقت. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اشراكم لاباس؟ لاباس خويا تفضل. الحمد لله. حضرتك مسلم سني؟ كيف؟ حضرتك مسلم من أهل السنة والجماعة؟ نعم. احنا كنا نتحدث عن البنت الصغيرة، في الإسلام مذهب أهل السنة والجماعة أنها تزوج حينما تطيق الوطء. كيف ستعلم أن هذه البنت تطيق الوطء؟ ما عندي جواب. تفضل الإجابة. تفضل نسمعك. يعني انتم شو مشكلتكم مع الاسلام؟ دي الاجابه؟ دي الاجابه اللي اجابه انك تعرف ان البنت تطيق الوطء بالمشكله مع الاسلام؟ انا عندي سؤال. ايوه. انتم شو مشكلتكم مع الاسلام؟ والله مينا ما اعرفش، انا ما عنديش مشكله، يمكن مينا اسالها، اسال مينا يمكن هي اللي عندها، او ما بتهيألي ما حدش هنا عنده مشكله مع الاسلام. الله يهديك ما شاء الله. امين يا رب. طلعت على هذه كريمه. إيه انا احنا نسال الجميع، نرجو ان الجميع يعني يعي ما نسال عنه. احنا بنسال سؤال في قاعده شرعيه، الإسلام أباح قرآنا وسنة أن البنت الصغيرة التي لم تبلغ تتزوج. علماء المسلمين قالوا
وضعوا شرطا لهذا الزواج، قالوا أن شرط هذا الزواج لهذه البنت الصغيرة أنها تطيق الوطء. خلاص أوكي، نحن موافقون على هذا الكلام. نحن نسأل الجميع الآن، كيف سيعلم الناس أو الزوج أن هذه البنت الصغيرة تطيق الوطء؟ كيف سيعلم أنها ستتحمل الوطء؟ كيف يعلم أنها ستتحمل الجماع؟ كيف يعلم أنها ستتحمل المعاشرة الجنسية؟ كيف يعلم أنها ستتحمل الإدخال؟ قلتها لكم بكل الألفاظ وكل التعابير. كيف ستعلمون أن هذه البنت الآن ستتحمل العلاقة الجنسية؟ ممكن طارق يجاوبنا على هذا التساؤل البريء. وي طارق، مازال يشارشي أمينة. نو هذا وين طلع الاخر، هرب طاح. يعني نشوف فيه، بصح مازال ما عندوش انترنت هذا. جماعة اللي من أهل السنة والجماعة، أي واحد باش نتفاهموا طلعوا معنا نتناقشوا باحترام، أهل السنة والجماعة فقط. إذا كنت قرآني ممنوع تصعد عندي، ولا واحد كذلك إذا كان أعوذ بالله من أهل النار وحب يطلع يحكي لنا قصته، مرحبا به. أنا حبيت نحكي مع الدكتور خالد على موضوع آخر مهم، إلا عنده الوقت. مانيش عارف إلا عنده الوقت ولا ما عندوش. وي بيسك ما كانش راح يجاوبنا على هذا السؤال، جو بونس نستغلوا الفرصة. راح نجربوا هذو اللي مطالبين ونشوف. وي يوسف، السلام عليكم. سلام خويا. والله الأخ ميهوب، أنا شوف راه كاينين الناس كيصدقوا كلامك. هل أنت من أهل السنة والجماعة؟ أيوه تفضل، كيف جاوبنا على السؤال خويا؟ السؤال هو، انا طلعت غير نقول لك بان هناك ناس يصدقوك وناس باقين صغار، وراه مع راك كتسبب لهم في مشاكل كثيره. كون على يقين والله لانهم ما كيعيشوش في الخارج، كيعيشوا في بلدانهم. معليش تقدر تجاوبنا على السؤال ولا ما عندك جواب ولا ما عندكش؟ السؤال عن ما السؤال؟ كيف كاين قاعده فقهيه انه في الاسلام قدامك طفله صغيره دريه عندها 8 سنين 9 سنين 51 سنه، يقول لك لازم تعرف انها تطيق الوطء. كيفاش تعرف؟ يقول لك هذيك البنت اذا كان تطيق الوطء تقدر تدخل عليها. كيفاش تعرف؟ ما هي السبل ولا الطرق اللي تعرف بانه البنت هذيك تطيق الوطء؟ لا تطيق في يعني الطفله الصغيره لا تطيق، يعني بالمفهوم العقل مسكين لا تطيق. ربك يقول لك تطيق الوطء وانت تقول له لا تطيق. بيقول لك الطفله صغيره وانت وين تيك توك. السلام عليكم. سلام سلام. ميوب وي، معليش عندي مداخلة. معليش، انت وشنو، انت مسلم ولا وشنو؟ ايه مسلم سني. ايه تفضل خويا، تقدر تجاوبني على اطاقة عندي الوقت. عندي مداخلة، بدل شوية، اعطينا شوية جديد. عندك واحد ثلاثة ولا أربعة البنت صغيرة مش عندك؟ تقدر تجاوبني على هذا السؤال ولا ما عندكش؟ معليش كي جاوبني على هذا السؤال نبدلو. لا عندك جواب على هذا السؤال ولا ما عندكش؟ ولا نهبط. عندي جواب، عندي جواب. اتفضل خويا تفضل. معليش تفضل، على بالكش كل يخرج من الاسلام كيما انت ميهوب راس المكعب والشيخ كوكو. انا مش واحد عالم خرج من الاسلام، يخرجوا غير المكعبين كيما انتوما. واللي يدخل الاسلام شكون؟ انا نشوف غير كاش واحد، مازال واحد كاش واحد يقدر يجاوب جواب ولا يدافع على الدين تاعه ولا بدون سب وشتم وشخصانة. شفت ميهوب؟ وي السلام عليكم. ميهوب السلام عليكم. راك تقول السلام عليكم، راك مسلم، راك مسلم، راك تقول السلام عليكم. اسمع ميهوب، تقدر تجاوب على السؤال؟ بيان سور. نظن كي تشوف طفلة بلغت وخرجت وطراست عندها شغل
مطراسية ثم تفهم باللي نورمال ولا لا لا ما فهمتش كيفاش بلغت صافي دير تشوفها خرجت بلا ما نقول لك واش خرجت تخرج واش تخرج واش تخرج تخرج كلش تخرج اللور تخرج قدام تخرج الصدر يعني نهضروا على طفل عندها 8 سنين 9 سنين ايه كاين طفلة 8 سنين لا لا صغيرة لا لا اي احنا نهضروا على طفل عندها 8 سنين 9 سنين لا 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 عندما توثق الوطن لا 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 8 سنين 9 سنين لا لا شكون قال لك عندما توثق الوطن هكذا لا 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 الاسلامي فرق اسمع اسمع لا لا راكم قارين دينا نوفر ما شاريه اسمع 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 ربك راه يقول لك عندما توثق الوطن ايه من تيد من توما اللي درتوا له شحال عندها في عمرها شكون حنا شكون حنا انتوما انتوما معليش انتوما عائشه كانوا خارجين لها من لورا من قدام كان عندها 9 سنين كيدخل عليها الراس 54 سنه لا لا ما تهضرش على لا لا ما على بالك شحال عندها في عمرها كاع واحد ما على باله احنا على بالو راكم تخلطوا شعبا مع رمضان الرب يا الرب اهل السنه والجماعه فقط اهل السنه والجماعه علاه صعيبه عليكم هذا الشيء يا دين الرب اهل السنه والجماعه قران يروح روح روح سي مع اهل السنه والجماعه قلهم حتى واحد ما على بالو راكم غلطين سي با بوسيبل وي محمد صوت مسموع هذا سامي وعليكم السلام انت من اهل السنه والجماعه اه سابقا يعني الكونيكسيون تاعي كانت عيانه شويه الدكتور خالد طرح لي سؤال قال ايه هذا انت اللي كنت مقبل ايه تفضل قلنا كيفاش يعرف بانها توثيق الوطن تفضل راك على بالك بالسؤال نورمالمون تفضل ايه عارف السؤال هيا تفضل المرأة بحد ذاتها أن يعني لازم ننطق منطلق بأن طفلة تاع 8 سنين 9 سنين شوف ما لفوا الدوران هذاك سي با لا بان أني سقسيتك طفلة عندها 8 سنين 9 سنين يدخل عليها راجل عنده 54 سنة كيفاش يعرف باللي رايحة توثيق الوطن تعرف بلي ان المراه تبلغ قبل الرجل ولا ما تعرفش بلي ان المراه تبلغ قبل الرجل تقدر تفهم السؤال فهم السؤال نصف الجواب راني نقول لك راجل عنده 54 سنه يدخل على طفله عندها 8 سنين 9 سنين ما تهضر لي لا على بلوغ لا على عمار بوزوار راني نقول لك طفله عندها 8 سنين 9 سنين كيفاش يعرف بلي كي يدخل عليها مش حيطرطقها شوفي كيف نعرف انا روحي بلي مش راح بلي راح تطيق الوقت تعرفي بلي أن, أه. ان 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 البيئه الصحراويه في ذلك الوقت شوف اخر مره راح تحبط وما تعاودش تطلع ونبلوكيك من هذا اللايف ريحت ساعه وتهبط راني سقسي فيك راجل عنده 54 سنه اليوم لو 20 افريل يدخل على وحده عندها 8 سنين 9 سنين لانه تتفاهم هو وباباها باللي خلاص راهي توثيق الوضع كيفاش يعرف باللي كي يدخل عليها ما راحش يفتح الصالون على الصاله مونجي تفضل ساعه تقدري تبلعي ذاك المايك هذاك تخليني ننطلق على المنطلق تاعي ونجاوبك هيا راح تقود هيا هيا راح احمق سؤال واضح يا جماعه الجميع كيف سنعلم ان البنت الصغيره تطيق الوضع تتحمل الوطء تقدر على العلاقة الجنسية تقدر على المعاشرة الجنسية تقدر على إدخال الذكر القضيب في المهبل كيف سنعلم ذلك؟ سؤال بسيط شكرا هو في الحقيقة سؤال بسيط نهضروا لافيريتي كما هذا الأخ هنا هو يدعي أنه يعلم لكن ما يعرفش بس كل السؤال عنده علاقة بالفقه الإسلامي عنده علاقة لازم هذا السيد يكون يعرف الآية القرآنية نتاع ولا لم يحضن يعرف الأحاديث الصحيحة يعرف مثلا شرح النووي اللي يقول لك مثلا إنه البنت قبل 9 سنين إذا طاقت الوطء الأب تاعها يقدر يسلمها لهذا الشيء هذا ويقول لك إذا ما طاقتش الوطء لما توصل 9 سنين خلاص راه يسلمها له هاد القاعدة هاد الناس ما يعرفوهاش باش يجاوب على هادشي ما نظن كيما هذا محمد علي راهي تيري برك راهي غير تيري برك السؤال واضح راه يقول لك انت قلت كاين قاعدة لا ضرر ولا ضرر خلاص
ومنها داروا هذه القاعده الفقهيه نتاع القدره على الوطء. السؤال هو كيفاش تعرف باللي البنت راهي تقدر على الوطء؟ هذا ما كان جاوب، يعني السؤال واضح يا دين ربي. وهذه تاع نتوما عليكم تهضروا وعليكم تديروا عليكم تعملوا هكذا، هذا الجهل هذا خلوه اكوتي، روح اللايف واهدر ولا خلاص، رانا حلين اللايف وغادي نحل اليوم وغدوه والعام الجاي والشهر الجاي وعلى 10 سنين ولا 20 سنه. حياكم الله. السلام عليكم اخ ميهوب، كيف حالك؟ الحمد لله. حضور اللي معك قاعدك ملاباس. شكون اللي دار هذه الدام راه صغيره وتخلى عليها في الست وما... معليش انت من اهل السنه والجماعه يا خويا؟ نعم تفضلي امينه معايا. هي خلاص هيا مدام امينه اعطيني ادخلي في الطرح في لوليان فيت في راني سوق الله يخليك. شكون اللي دار هذا الشيء الاول؟ شكون اللي بدا هذا الشيء؟ شكون اللي دخل على المراه؟ شوفي لا راك تسوق، الا راك تسوق سي با لا بين. دارها النبي صلى الله عليه وسلم، عرف السيده عائشه رضي الله تعالى عنها وارضاها، بس دخل عليها بتسعه شافها في المنام خطرتين وحاله ربي طبق. اعطيني اعطيني من محمد، اعطيني من محمد. الله يعطيك جهنم يعطيك جهنم ما تاكلك ان شاء الله. السلام عليكم. في المنام بك نهبل امينه. كي واحد يهضر لك هذه الهضره ما يتقاطع، خليه يهضر باسكو هذه ما نكذبش عليك، هذه الهضره هذه ما واحد نخلصوه يطلع يقول لنا هذا الكلام. وهذه نقول لك تدخلي في البروفايل نتاع الانسان اللي فيه هذاك المر تاع البيضو في هذه المواصفات، لما تدخلي تقراي المواصفات نتاع انسان مريض بهذاك المرض هذاك نتاع اللي يشتهي هذا الصوالح هذو في هذه المواصفات، هذا السيد انا ما متخلصيه كي يهضر هذا الشيء الجميل نقطعو خليه توجد. وكان غير قعد، وكان غير قعد دعا عليا وراح مسكين. ما هو مسكين هذا غادو غير لا، انا قلت لك هذا هو الحاجه الوحيده عندهم، لازم يدعي لازم يسب ويروح قش. وكاين محمد علي هذا هو اللي طلع قبيلات ايه يطلع كذا الفوق هذا. استغفر الله. وي بونجور. بونجور اتمس. وي alors c'est quoi la question؟ كيف نعرف انه البنت انت مسلم سني؟ Ah ben écoute, moi j'ai une longue histoire avec cette putain de religion de merde. Parce que moi, quand j'avais 5 ans, ils m'ont déjà mis lire l'arabe d'office avec des bâtons. Et j'ai eu des séquelles. Et aujourd'hui, j'ai grandi avec. Et je hais ces gens-là. Et j'espère que si un jour je les trouve dans le paradis ou en enfer, eh ben, je les rentre dedans. Voilà. Ah oui? C'est des enculés, excusez-moi d'expression, mais c'est des enfoirés ces gens-là. Et j'ai grandi avec, ça fait depuis ça 45 ans, hein. Ça date. Hein. Ou maintenant, tu as quitté l'islam ou tu es musulman, tu es encore musulman? Non, non, je ne suis pas musulman, moi. Ça fait longtemps que tu as quitté. Qu'est-ce que je veux faire? Elle ne m'intéresse pas, cette religion. C'est des hypocrites, c'est des bandes, des voyous, c'est des pédophiles. C'est des bons à rien. Moi, je préfère qu'ils vont construire quelque chose de travailler, construire un boulon. Mais j'ai pas dit une aiguille, tu sais, parce qu'une aiguille, sais, c'est une... OVNI, juste pour préciser que nous, on ne parle pas des musulmans. Oui. On parle de l'islam, des textes, on ne parle pas des musulmans. On ne peut pas généraliser. Il y a des bons et des mauvais partout. D'accord. Oui, d'accord, je suis d'accord. Mais bon, ouais. Moi, en tout cas, c'est le cancer et le choléra, c'est la même chose. Ouais, mais qu'est-ce qui a fait que tu quittes l'islam? Parce que qu'est-ce qu'elle m'a pas rapporté? Elle m'a rien rapporté. Elle m'a rien rapporté. Moi l'islam c'est ma poche, c'est mon portefeuille. Je me lève le matin, je travaille et je mets l'argent en banque et puis c'est cet argent-là qui me nourrit. Bon, le falaka, ça reste des musulmans. Moi, je parle des. Ouais, ça vous fait rire. Moi, ça fait rire. Ça fait pas rire parce que. Non, ça fait pas rire. C'est des bandits. Non, ça fait pas rire. Je comprends ton traumatisme. Ouais. Mais tu suivais des cours où en Algérie ou dans ton pays ou en France? Mais à l'époque, j'avais 6 ans, même pas, j'avais 5 ans, 5 ans, 6 ans. Ils m'ont attaché les pieds parce que j'ai fait une bêtise, ils m'ont massacré mes pieds.
Mais J'avais 5 ans, ils t'étais m'ont au bled ou attaché. t'étais Oui, j'étais au bled, oui, Ah tout à fait, d'accord, ok. madame. Oui, Oui, parce que tu m'as fait parce que peur là, là. parce que si on pratique Oui, ça en Europe. non, parce que. Oui, parce que là, c'est-à-dire à l'époque, les années. Quand est-ce les années, je dirais 65, 60, 70. Voilà, 70 par là. Et bon, c'était un peu modernisé, l'équivalent de l'Espagne. Donc les parents sont descendus. Bon, ils ont dit, voilà, on va le mettre dans une école publique. Après, le directeur, il a dit qu'il connaît pas l'arabe. Il va falloir qu'il va apprendre dans une école coranique. Et après, il revient l'année prochaine. Et ben, c'est l'enfer. Hein. C'est un calvaire que j'ai vu. Et je n'oublierai jamais. Hein. Ah oui. Après, j'ai grandi avec. Et c'est quel? Maintenant, si vous parlez du prophète, qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce qu'il a fait? J'en ai rien à foutre. Moi, de toute façon, il est rentré avec une fille de 9 ans. De toute façon, ce sont tous des violeurs, de toute façon. Ce sont tous des pédophiles. Ouais, Voilà. encore Non, une fois, je n'ai aucune pitié, ces gens. encore une fois, on ne Oui. généralise pas et on ne parle pas des musulmans. Mais effectivement, c'est une Il y en a. religion. Oui, mais celui qui parle de Dieu machin, il va cuire un œuf d'abord. Le matin, il va travailler, il va montrer qu'est-ce qu'il a fait. Avant de dire n'importe quoi, il vaut mieux que tu me montres qu'est-ce que tu as fait déjà, qu'est-ce que tu as construit. وين داروا الفلقة في رجليه ولا في مسازيته؟ رجليه رجليه Non, comment? وين داروا لك الفلقة في مسازيتك ولا في رجليك؟ Les pieds, c'était les pieds Ah, la ou phala... À les pieds, les pieds. À les pieds. Non, mais c'est vrai, cher Pas ami, mieux c'est quoi. pas des conneries. Hein. Oui, Oui, c'est vrai, سمعتوا واش parce قال que... لك comment ça s'est passé ou là? Oui, سمعتوا, c'est Ouais. oui. Et ben مانيش Oui, après, ils m'ont ramené à l'hôpital, et puis après l'hôpital, je rentre en France, en direct. Hein. Ah oui, quand même. Ah oui, à ce Oui, point-là. quand même, oui. Oui, ce point-là, oui. Mais je vous dis la vérité, j'ai pas des conneries. Après l'hôpital, l'ambassade, la France directe. Qu'est-ce que je veux faire dans ce pays-là? Hein, c'est ça qu'ils vont montrer lire l'arabe. Il y a rien à foutre de lire la langue arabe, qu'ils la gardent pour elle, أمينة أنا pour eux, لي ces صور gens. تاعو أنا على Ça بها ما m'intéresse رجيش pas. نقول له باسكو أنا شكون هاد الناس اللي مساكين جابوا ولادهم جاهلين وما يهضروش العربية وداهم للجامع ومتعودين في فرنسا متعودين كمام لي بروفيسور ولا الفرن ريسبكتيف أيوا عند الشيخ يقول له احفظ Non, parce que mon père, à l'époque, mon père, il avait un contrat. Il avait un contrat dans le sud de pétrolier, enfin, de réseau pétrolier. Donc, je ne le voyais pas. Il m'a laissé chez son frère, chez mon oncle. Et bien, mon oncle, celui qui s'est occupé de moi, il m'a dit, bon, maintenant, je te ramène à l'école. Le directeur d'établissement, il a dit, il ne connaît pas l'arabe. Il va falloir qu'il va comprendre un peu l'arabe, mais dans une école coranique. Et bien, voilà, quand mon père, il a su ça, il m'a dit, tu me ramènes. Tu le mets en ambassade, tu le ramènes en France direct. Voilà. Voilà, c'est ça l'Algérie. L'Algérie, qu'est-ce qu'elle m'a donné? Elle m'a rien rapporté, ce pays-là. Il m'a rapporté que la torture. Et que des mensonges. Il vivait que des mensonges, la torture, et du blablabla, c'est tout. Oui, je comprends, OVNI, je comprends ton traumatisme. Ça n'a pas dû être facile pour toi. Ben oui. Ben oui, c'est dégueulasse parce que il faut dire la vérité, il faut pas cacher l'arbre derrière la forêt. Hein, ces gens-là, bon, aujourd'hui sont morts peut-être, ouais, sans doute, mais on m'a attaché, deux personnes m'ont attaché les pieds et le troisième, il tapait avec des bâtons. Et j'avais quel âge? J'avais 5 ans et demi, presque 6 ans. Vous imaginez, à cet âge-là, on torture un gamin? Et là, vous parlez pas de ça. Hein. Il faut parler de ça aussi. Il y a des centaines comme moi, 10 000 personnes comme moi aussi. Hein. Il n'y a pas que moi. Absolument, mon ami. Moi, je connais des histoires. Et même quand j'étais petit, il y avait des jeunes qui vivaient en France ou à l'étranger. Ou quand ils rentraient. Ou Amina, ils avaient une mentalité, une autre mentalité. بالنسبه لهم هما ما كاش واحد ضرب هذا المعلم ايوا بقاو يتشكروا على الشيخ يقول له احفظ هذيك يقول له امسح اللوحه يقول له انا ما نمسحهاش انت امسحها ايوا واش يقول لهم
ما كانش على بالو على بالك تشوكا ومساكن يحكموه زوج الكبار هادو كاع يحكموه الشيخ يطيح فيه يا اما للمصاصيط ولا للرجلين. كاين اللي من تماك ما يزيدش يرجع، كاين اللي سي فيونو بالك بيتيت دروك نقصت شويه مي افون سيتي. جو فو ليسي ميز امي، جو فو ليسي ا بيانتو. ميرسي ميرسي اوفني دون كونتينيو. معلش يا ميهوب، انا قبل ما انزل عايز اقول حديث قلت النهارده وعايز اقوله في هذا الجمع المبارك. عسى الله ان يعني يخفف عنكم وان تغشى يعني هذا البث الكريم الملائكه وتحفوا الرحمه. في حديث الرسول صلى الله عليه واله وسلم كان عنده قدح من عيدان يبول فيه ويضعه تحت السرير. كان عند الرسول قدح، كوباية أو حلة صغيرة يبول فيها ويضع هذا القدح تحت السرير، تحت السرير اللي بينام عليه. فقام الصبح يدور على القدح، لم يجد القدح اللي هو بال فيه، فقال أين القدح؟ فقالوا شربته برة أو بركة، اسمها برة أو بركة، في رواية أنها اسمها برة وفي رواية أن اسمها بركة. فقال صلى الله عليه وسلم، قال إيه بقى لما عرف أن هذه مين؟ برة ديت مين؟ هنعرف دلوقتي، هقول لكم الحديث ده فيه كذا حاجة كده. قال صلى الله عليه وسلم لقد احتضرت من النار بحزار، يعني خدت وقاية من النار، عندها الوقت وقاية من النار لن تدخل النار. لماذا؟ لأنها شربت بول النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا الإمام السيوطي عشان اللي كاتبين حديث ضعيف، الإمام السيوطي صحح الحديث والإمام أحمد بن حنبل صححه وأبو داود والنسائي والطبراني، حتى لو كان بعض ضعفه، لكن الحديث ده فيه حاجتين مهمين أنا عايز أقولهم للناس. برة دي مين؟ أو مين بركة اللي هي شربت البول؟ هي مين أصلا؟ هي مين؟ هي كانت خادمة عند النبي، خدامة. الرسول كان عنده جواري بيطأهم بملك اليمين، جواري وزوجات وخدم، كانت خدامة، كانت خادمة عند الرسول اسمها بركة أو بر، اللي هي شربة البول، اللي هي شربة البول. ده أولا. ثانيا، الرسول كان يبول في قدح تحت السرير. ميهوب الآن يحدثكم في بس سنة 2024 تيك توك نت، نحن نتكلم عن أناس كانوا يبولون في قدح، في حلة، في كوباية، ويضعوا البول تحت السرير اللي بيناموا عليه. الآن ميهوب يحدثكم عن هذا الشرع وهذا الدين وهذه العقيدة. تخيلوا ان شخص يبول في قدح ويضع القدح تحت السرير اللي بينام عليه. تحياتي لك يا ميهوب. ليش قالت حتى ولو كانت ام ايمن، ام ايمن زوجة الرسول فريا، من جبت هذا الكلام؟ اين اتت انا ام ايمن زوجة؟ ام ايمن ليست زوجة الرسول. ام ايمن ليست زوجة الرسول. ام ايمن، طب حد يعرف ام ايمن كانت علاقتها ايه بالرسول؟ زي ام حرام كده. ام ايمن عشان تبقوا عارفين كانت زوجة زيد بن حارثة، في واحدة اسمها ام ايمن كانت زوجة زيد بن حارثة، وفي حاضنة النبي. دايما ارجو ان الناس اللي بتقرأ في الحديث والسيرة تشوف من نتكلم عنها. ام ايمن، في واحدة ام ايمن كانت زوجة زيد بن حارثة واللي هي كانت حاضنة النبي،
وهي كانت مربية النبي، وهي كانت مربية النبي، وطبعا أم الحب. زيد بن حارثة يطلق عليه الحب، وأسامة بن زيد الحب بن الحب. زيد بن حارثة طبعا، وما أدراكم ما زيد، فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها زوجناكها. وعلى فكرة أم أيمن كانت عبدة، كانت جارية، كانت أم زيد اللي هي كانت زوجة زيد، وزيد كان جاري هو كمان، كان هو عبد هو كمان. الرسول أعتقها وأعتقه وجوز زيد لزينب، والقصة المعروفة المشهورة. وبعد كده هو تزوج زينب. أم أيمن لم تكن زوجة للرسول، هي كانت زوجة زيد ابن حارثة اللي هو كان ابنه بالتبني، اللي هو كان ابنه بالتبني. الحديث اللي أنا رويته اللي هو صححه الإمام السيوطي، اللي شرب البول ما كانتش أم أيمن، ما كانتش أم أيمن، ده كانت برة أو بركة. بركة دي كانت جارية جابتها معاها أم سلمة من الحبشة، أم سلمة جابتها معاها من الحبشة، وكانت بتشتغل عند الرسول خدامة، خادمة من ضمن الخدم، إن الرسول كان عنده خدم. أنس ابن مالك كان خدام عند النبي، كان خادم. أنس ابن مالك من أكثر طبعا الصحابة رواية للحديث عن الرسول، كان خادما للنبي. برة كانت خدامة عند النبي، غير طبعا الجواري اللي هما بيخدموا وبينكحوا. يعني الجواري بيقوموا بالخدمة، وبالليل أو بالنهار بينكحوا طبعا حسب الطلب. فالناس بس عشان تبقى عارفة إن الرسول لم يكن فقيرا، الرسول كان عنده جواري، كان عنده عبيد، كان عنده خدم، كان عنده خدم. زي ما الدكتور وجدي غنيم قال، الرسول كان مليونير. الرسول صلى الله عليه وآله وسلم كان مليونير. وطبعا اللهم أعز الإسلام والمسلمين، شرب بول النبي يقي من النار، شرب بول النبي وقاية من النار كما في الحديث. حياتي لي كمان دقيقة دكتور خالد، شكرا. المعلومات هذه احنا كلهم، انا دكتور خالد يعرفني ونعرفه مليح مليح، ماهوش انسان يعرف، انه احنا اللايف نتاعنا يعني نبسطه فيه وما نمد احاديث ماناش متاكدين منها، يعني الاحاديث اللي فيها فقط شك صغير ما نمدوهاش، يعني هذا حديث يعني ما كاش غبار عليه. وهذه المناسبة بغيت ناكد مع دكتور خالد واحد القضية، لانه اني سمعت واحد الاخ انا راه يدير لايفات من خلفيه مسيحيه، وانا نظن يمكن اني غلط، اذا اني غلط صح لي دكتور خالد، يعني خوله يعني هي خاله النبي وكذا، قال لك نكحها، هذا حديث ضعيف، هذه روايه ضعيفه ما كانش منها لا هذه. صح، هي رواية ضعيفة، هي رواية ضعيفة فعلا. خولة بنت حكيم هي رواية ضعيفة. نحن عند ميهوب، نحن دائما يعني المجموعة، مجموعتنا لا نأتي إلا بالأحاديث الصحيحة. وأنا قلت حتى الحديث اللي أنا ذكرته الآن، أنا لم أذكر حديث أم أيمن، أنا ذكرت حديث برة أو بركة. برة أو بركة الحديث موجود على ما أعتقد في مسند الإمام أحمد، وقال كده، قال كده ان رجال هذا الحديث رجال الصحيح، اللي هيسمي في مجمع الزوائد وابو داود، قالوا ان هذا الحديث رجاله رجال الصحيح. والامام الحافظ السيوطي صحح هذا الحديث، صحح هذا الحديث. الرسول زي ما انا قلت كان عنده جواري، كان عنده عبيد، كان عنده خدم، كان عنده طبعا ازواج، طبعا 9، مات عن 9، كان في بعض الأوقات كان عنده 11، لكن هو مات عن 9، وكان عنده 4 جواري يطأهم بملك اليمين، وكان عنده أيضا عبيد وخدم، عبيد وخدم. اتفضل يا ميهو. شكرا حبيبي دكتور خالد، انا ما اكذبش عليكم، انا حاب ناخذ راحه. دكتور خالد اذا كان عنده وقت في المساء، مانيش عارف الا هو مشغول ولا. دكتور خالد انا وعدت المتابعين تاعي احكي على مرحله معينه من التاريخ الاسلامي. لماذا دكتور خالد؟ لانها مهمه، رغم اني انا تركيزي كان دائما على القران، على السنه، على الله، على محمد، ولكن مرحله يعني من حديثه على السقيفه الى عبد الله بن الزبير، هذه المرحله هذه لماذا؟ لانه المسلمين لما يعني المتدينين ولا هذ الناس اللي يدافعوا للدين، لما تحكي معهم تحكي لهم على قضيه بني قريظه، تحكي لهم على خيبر، تحكي لهم على هذه، على سبايا عطاس مثلا، يقول لك هذه كانت مرحله حرب، كانوا اعداء، وكانوا هذه، يعني يعطيك مبرر ليه
تقدر تفهمه حتى ولو هو اجرامي تقدر تفهمه، ولكن في هذا في هذه المرحله هم يقول لك المسلمون يعني اشداء على الكفار رحماء بينهم، ولكن لما نشوف يعني من السقيفه حتى عبد الله بن الزبير بطبيعه الحال مرورا بمعركة الجمل يعني بكل المعارك بالمدينة، الهجوم على المدينة بحفيد رسول الله صبي، نساء رسول الله، القضية بين قضية قتل عثمان بين علي ومعاوية، بين عائشة وعلي يعني طلحة والزبير، هنا ما تشوفش حتى بين مالك بن نويرة خالد بن الوليد، هنا ما تشوفش بأن المسلمين كانوا إخوة، يعني كان قتل 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 قتل. هذه المرحلة اللي حاب نلقي عليها الضوء، مانيش عارف إذا أنت راك مشغول ولا اليوم على الساعة 9، أنا الآن عندي الساعة 6، إذا تيجي معايا وتكرمني الدكتور خالد ونتكلم عليها. احاول اجي يا مهوب، احاول اجي. والله راح نفرح كثير يا دكتور خالد لأنه مهمة كثير كثير كثير، وحابين نسجلوها والناس تعرف هذه القصة باش نكونوا يعني بكل بساطة، لأنها مرحلة مهمة في التاريخ الإسلامي، والكذب بتاع الناس انه المسلمين كانوا اخوه بيناتهم اشداء على الكفار، هذه المرحله تبين العكس، عكس الكلام تماما. اذا كان عندك الوقت حبيبي دكتور خالد راح تشرفنا وراح تكون ضيف الشرف. اذا حبيبنا مهوب، أنا هحاول، وطبعا يعني زي ما أنت قلت كده التاريخ الإسلامي مليء مليء بهذه الأحداث التي تدل على أن المسلمين كانوا، طبعا الصحابة الأجلاء رضي الله عنهم، كانوا في منتهى الغلظة مع بعض، وكانوا في منتهى القسوة مع بعض، كانوا حتى في القتل يعني يقتلون بطريقة غير اعتيادية. يعني حينما نسمع عن قتل الحسين بهذه الطريقة، عثمان بن عفان من هجموا على بيت عثمان ضربوا زوجته، وعلى فكرة هذه لم تكن من شيم العرب اللي هم الكفار، ان هم كانوا يقتحموا البيوت اللي فيها امرأة، بل ان مسلما ممن اقتحم بيت عثمان ضرب زوجته على مؤخرتها وقال انها لكبيرة العجيزة، يعني مؤخرتها كبيرة، قبل ان يقتلوا عثمان. طبعا طلحة والزبير قتلوا زي ما انت قلت، سعد بن عبادة الذي لم يرضى بخلافة أبو بكر وكان من أحد زعماء الأنصار قتل، وقالوا إن الجن يعني العفاريت هي اللي قتلته، وعملوا فيها شعر وقالوا إن الجن كثير كثير من هذا الكلام. ممكن إن شاء الله أجي معاك الليلة دي أفرح ونتحدث كده. كثير يا دكتور خالد، وما راح أنسى هذه اللغة لأنها مهمة كثير كثير هذه القضية. شكرا حبيبي حبيبي، ودائما منورنا. شكرا، يعطيكم الصحة. حياك. ما نقول لكم أوه فلا راهنا فلا الملكة هند راهم قحنا، أما لا نقول لكم على 9، نتمنى أنكم تكونوا معنا، ما نكذبش عليكم لأنها مرحلة مهمة ورسالة قوية جدا جدا جدا، يعني راح نبداها راح نكتب عنها. معلش يا مهوب عشان ما اقطعكش، طبعا الحساب الرئيسي بتاعي برضو، طبعا انت عارف ان هو اتحظر نهائي من التيك توك، فممكن الناس هنا اللي معانا ما يكونوش ضافوا للحساب ده، فيا ريت بس الحساب ده يتضاف، لان لسه طبعا الحساب التاني كان فيه يعني عدى ال 10,000، انما ده لسه فيه 2000، فيا ريت بس اللي ما ضافش هذا الحساب يضيفه. انا هكتب واحد عشان اللي ما ضافش هذا الحساب يضيفه معايا، وان شاء الله هحاول اكون معاك دلوقتي. شكرا، نتمنى انكم تكونوا معنا ونستمتعوا مع بعض. راح كما قلت لكم راح نكتبوا العنوان من حادثه السقيفه الى عبد الله بن عمر، انه هذه هي المرحله اللي راح تهمني. طبيعه الحال نقدروا نكتبوا على كذلك المرحله تاع الامويين اللي قتلوا فيها وتدخل الاتراك وكلش، اما الحال كذلك الحقبه العباسيه وابو العباس، يعني هذيك ما حدث ولا حرج، ولكن هذوك في اقل درجه، يمكن مره ولا لا مره نتكلموا معهم. انا كذلك اني حضرت اشياء، ولكن لو يكون معنا الدكتور خالد راح يكون، اني متاكد راح يكونوا معلومات مهمه واشياء اللي ناس كثير في الدين ما يعرفوهاش. ما نقول لكم نشوفكم ان شاء الله، ان شاء الله على الساعه 9 نشوفكم، راهي الان 6 يعني 3 سوايع ان شاء الله. انا هذيك نروح نصلي ندعي ربي ونعاود نشوفكم. اوكي، وغادي تجي معانا أمينة، هي اللي راح تكون الملكة اليوم، ما غاديش تعشيها لي كما البارح، ياك أمينة؟ راني هناني واجدة مدرك. خلاص الله خلاص، ساتان ثاني هنا لوسيفر والجماعة تاعنا يجوا معانا، أما أنا نشوفكم على 9. ميرسي ميرسي على السيبورت، يعطيكم الصحة. الله يبات هذو اليوم راهم بيان، سيرتو هذو الدجور هذوك كي لقيت حل نتاع هذاك السينيال، باسكو كانوا في الديبي كانوا غير نحل يسينيالوني، مي هذو اليوم راني تجنبتهم هذو 3 ايام هذو. الو ميم كي نشوف العدد اللي دخلوا عندي هذه الساعات راهي رجعت كما كانت، يعني
تكم انا جامي نحل كي نحل اكثر من ربع سوايع توجور عندي بلوس دو 50000. وهذوك قبل ثلاث ايام ولا كان عندي مشكل، كنت نحل ثلاث ساعات ربع ساعه تلقاو عندي 6000 7000. مي هذو الايام راهي تبدلت الحاله وولات بيا، وهذا من رحمه ربي. ما نشوفكم الحب لامور، ويعطيكم الصحه هاي على ثلاث ساعات وجدوا رواحكم. اي الله.